بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. رؤيته صلى الله عليه وسلم على صورته المعهودة في السنة النبوية والسيرة تعتبر شيء غير عادي وليس كمثل باقي البشر، فهي بشرى عظيمة وتنطوي على سرور وفرح، وهي من المبشرات، لأننا لا يمكن أن نرى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى إلا في الجنة. وهناك أحاديث كثيرة وردت عن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. رواه البخاري. وفي رواية مسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن الغيب، وأن الله سبحانه وتعالى منع الشيطان أن يتصور بحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقولي فسيراني في اليقظة يعني تصديق تلك الرؤية في اليقظة وصحتها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق. رواه البخاري. ومعنى فقد رأى الحق أن الرؤية صحيحة ثابتة، لا أضغاص أحلام ولا خيالات. عن وهب ابن عبد الله السوائي أبو جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. المسلم الحق الذي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام عليه أن يعرض رؤياه على أهل العلم والدين المعروف عنهم الصلاح والتقوى، حتى لا يقع في مشكلة أو في ذنب الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ادعى إنسان أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في نومه وأنه أمره بأمر يخالف الكتاب والسنة فلا يعمل بهذا الأمر، لأن هذا دليل على أن من رآه ليس النبي صلى الله عليه وسلم. يثبت بأي دليل شرعي حصول رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة بعد موته؟ يمكن أن نراه في المنام، لكن بعض المبتدعة يدعون أنهم رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في يقظة، وأنهم سألوا في بعض الأمور فأجابهم. تلك أقوال ليست صحيحة، وهي تعتبر افتراء على الرسول وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. من فوائد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهي تسكين لشوق الرائي لكونه صادقا في محبته للرسول، وأنه كان مشتاقا جدا لرؤيته، فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إليه في المنام وتمكن من رؤيته. لكن الحديث الذي يقول من رآني فقد حرمت عليه النار فهو حديث لا أصل له وليس بصحيح. الأسباب التي تجعل شخص ما يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر هذا إنسان مداوم على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى اتباع سنة نبيه الكريم، وأنه إنسان أتقى إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر اتباعا لسنة النبي، ولذلك فهو يتوقع أن كان الإنسان في هذه الصفات يتوقع أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. ولكن لا يلزم عدم الرؤية عدم الصلاح، ليس معنى عدم الرؤية عدم صلاح الشخص، وأيضا لا يمكن أن تدل الرؤية على شدة التقوى والمتابعة، ولكنها في النهاية توفيق من الله عز وجل، يؤتي فضله من يشاء.
ننشر البعض أوراد وأذكار وصلوات، وتساعد على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. هذا شيء غير صحيح، وحكم العلماء بأن هذا بدعة ولا يمكن العمل بها. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جائزة شرعا وعقلا وواقعا، ومن شك أن رؤيته صلى الله عليه وسلم فرحة لا تضاهيها فرحة، وأمنية لا تدانيها أو تساويها أمنية. فالمسلم المحب لنبيه الكريم مستعد أن يبذل أهله وماله مقابل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. رواه مسلم. ولا شك أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته المعروفة في السنة والسيرة النبوية دليل خير وبشرى لصاحبها، ومع ذلك لا يجوز بناء الأحكام والمواقف والتصرفات عليها، فهي مبشرات تبعث الأمل وتفرح الإنسان، وعليه أن يتفاءل بها ولكن أن لا يبني حكما عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنواصل الموضوع في حلقة قادمة بإذن الله، وهو رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام.